لسه مكملين مع الريكوست كلاس، وتعالى نبدأ بقى نشتغل شوية على الجزء الخاص بالفايلز ونشوف ازاي نبدأ نتعامل مع الفايلات. احنا اتكلمنا ان الفايلز ما نقدرش نستخدمها او ما نقدرش ناكسسها او ما نقدرش نرفع الفايلات الا لما يكون الريكوست الانكود تايب بتاعه او الكونتنت تايب بتاعه هو المالتي بارت سلاش فورم داش داتا. الجيسون ما ينفعش ارفع فيه فايلات. طيب دلوقتي احنا سطبنا او استخدمنا الراجل بتاعه المالتي بارت الخاصه بفاستيفاي، واوريدي شغلناها وعرفنا ازاي نجيب منها داتا والدنيا عندنا تمام. تعالوا بقى دلوقتي نبدا نهندل الابلودد فايلز ديت عن طريق ان احنا نعمل كلاس نشتغل عليه يظبط لنا الحته دي بشكل سلس ويدينا شويه فيتشرز محترمه هنتكلم عنها دلوقتي. الاول نعمل الفايل بشكل سريع، نروح عند فولدر الكور HTTP، يعمل هنا فايل اسمه uploaded file .ts. الفايل ده هو export default class uploaded file. ده المفروض ان هو الكونستراكتور بتاعه هياخد فيه الداتا نفسها. constructor هقول هنا private read only الفايل data. طيب بتاعي دي اللي انا هاخدها، سوري، دي اللي انا هاخدها من ال من الريكوست بتاعي. فاكرين الريكوست الحته اللي احنا هندلناها هنا فين البارس اهي، دي هنهندلها. طيب تعالى اول حاجه نحط نقول تشيك لو في عندي فايل ريتيرن داتا، دي اول حاجه. لو في داتا، لو في فايل فريتيرن داتا. تعالى نتشيك الكلام ده الاول ونشوف اصلا ان الريكوست عندي شغال ازاي. هنمسح دول وخلينا ناخد الكود بتاع فاستيفاي فقط ونشغل السيرفر على اساس كده. يلا نستارت. بعد كده نروح عند بوستمان. تعالى نمسح كل الداتا دي. خلينا ناخد الاخير ده، نمسح برضه الباقي. تعالى نكومنت الباقي كله عشان ما يطلعش داتا كتير. سيلكت فايل او مثلا ايكون صغيره، الاوبن، سند. اوكي رجع الاوبجكت فايل. هنا جاب لي الداتا اهي، الداتا جاي لي، الكي اسمه ايمج، وده الفايل اللي انا بقول لكم عليه اللي هنشتغل فيه. احنا اوريدي عندنا الاوبجكت راجع لنا من الـ من المالتي بارت لوجن، هو اوريدي مرجع لك الفايل نيم اهو، ومرجع لك كمان الميم تايب بتاعه والفايل الستريم او البفر اللي احنا هنشتغل بيه. فانا اوريدي محتاج كل الداتا دي. فكل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نقول له هنا والله لو البارس بقى الداتا اللي هناخدها من البادي، لا هات لي الاوبجكت كله، رجع لي الاوبجكت كله. دي اول نقطه. يبقى احنا كده عرفنا ده فايدته ايه وهناخد منه الداتا ازاي. طيب ايه الفيتشرز بقى اللي موجوده عندنا في الكلاس ده؟ فورين ايه؟ هنجيب الفايل نيم، الفايل سايز، الميم تايب، الاكستنشن، ان انا اقدر اعمل سيف للفايل في مكان معين، ان انا اعمل سيف للفايل في مكان معين باسم معين، او ان انا ممكن اعمله سيف في مكان معين ب راندوم نيم، بحيث ان انا ممكن ابقى ارفع فايلات كتير او معتمد ان انا البروجكت عندي فيه يوزرز كتير، ف مش طبيعي ان انا اوفر رايد الفايلات على بعض، فبالتالي هيجنريت راندوم نيمز للفايلات اللي بتترفع. طيب دي كده الجزء الخاص بالابلود فايل. دلوقتي بقى هنعمل ميثود اسمها فايل جوه الريكوست، بتجيب لي الريكوست انستنس جيت ريكوست فايل ان ابلودد فايل. قال هنا بابليك فايل الكي سترينج، ده هيرجع لي اما ابلودد فايل او نل. طيب انا دلوقتي محتاج اقول له ايه؟ كونست فايل هيساوي زيس دوت امبورت. والله هل في فايل عندي؟ دي ابلودد فايل else نل. يبقى انا دلوقتي هنا ممكن اجي في الكريت يوزر هنا، ممكن امسح دي كلها واقول له كونست image equal request دوت فايل image. هنقول له مثلا log image ونجرب الكلام ده. سيف اوكي، نيجي هنا نقول له سند اوكي كده خلص. ارجع لي برضه نفس الريسبونس، لكن هو رجع لي هنا ايه؟ ابلود الفايل بتاعي. يبقى انا دلوقتي شغال تمام قوي والدنيا ماشيه معايا حلو. طيب يبقى احنا كده خدنا جبنا الفايل بتاعنا، ظبطنا الدنيا عندنا. دلوقتي بقى عايزين نعمل حاجه تانية اللي هي نبدا نجيب الداتا بتاعتنا. انا دلوقتي محتاج اجيب ايه مثلا منه؟ اقول له مثلا جيت فايل نيم. انا اوريدي هو راجع عندي كي اسمه فايل نيم، فممكن اقول له هنا على طول بابليك جيت نيم
return this dot file data dot file name get file file نفس القصة public get من file return this data من file. طيب لو عايز اجيب get الفايل extension انا اوريدي معايا الفايل نيم صح public get ممكن استخدم الميثود بتاعت الباس او الريتيرن باس دوت اكستنشن نيم هبعت له اسم الفايل داتا دوت فايل نيم اكيد اقول له ريبليس او قبل ما نعمل ريبليس تعال نشوف دي هترجع ايه الاول عشان تعرفوا دي بتعمل ايه او وظيفتها ايه اقول له مثلا دوت هبعت له ليه علامه الاستفهام عشان هو ممكن يرجع بنل فبالتالي انا ممكن يبقى عندي الكي يرجع بنل ممكن ما يرجعش بنل يعني ممكن ارجع باوبجكت هنا دلوقتي هتلاقي الفاليو ايه قال لي دوت جي بي جي فانا هقول له لا امسح لي الدوت كمان دوت ريبليس الدوت و تو لوور كيس عشان لو هي اصلا فايل موجود مكتوب ابر كيس لا نزله لوور كيس اوكي يبقى انا كده جبت الفايل بتاعي جبت النيم تايب بتاعته جبت النيم بتاعه دلوقتي بقى انا محتاج ارفعه ارفع الفايل هو انا اوريدي الفايل بيبقى جاي لي بفر يعني الكونتنت بتاعه معمول له بفرنج او هو لسه منتظم بتاع سامي في ايه فانا دلوقتي عشان ابدا ارفع الفايل بتاعي نبدا نستخدم البفر عندنا طيب اول حاجه محتاجينها ايه اول ان انا اجي اقول له هنا get file buffer public buffer ممكن حتى نخليه async I'll return this file data هو اوريدي عندي في function اسمها to buffer هي بتبقى موجوده عندي اوكي ثاني اقول له save file to the given path public save to path string اوكي طيب انا دلوقتي اول حاجه محتاج ايه دي طبعا هتبقى سينك خلي بالكم عشان اول حاجه ان انا محتاج ان انا اميك شور ان الباث ده اوريدي موجود فاقول له انشور دايركت دي باكج في الباكج الخاصه بمونج سلاش اف اس او فايل سيستم يتاكد الاول يعني الفايل ده او المسار ده لو مش موجود كريته تاني حاجه كونست الفايل كونتنت equal this أو await this dot buffer يبقى أنا دلوقتي عملت إيه؟ جبت البفر بتاع الفايل بتاعي من الملف أو من الداتا اللي جاية من الريكوست بتاعتي وعملت اتأكدت إن الفولدر ميت كاريت دلوقتي كل اللي أنا محتاج أقول له خزن لي الكونتنت ده في المسار اللي أنت بعته لي ده فأقول له هنا write file sync دي من الباكج بتاعت اف اس بتاعت النود بلت ان عادي خالص واجي ابعت له المسار بتاع الباس this dot name فابعت له الفايل كونتنت بس كده بس كده تعالوا نجرب نستخدم بقى الكلام ده اقول له هنا if image او image dot save to اقول له root pass دي الفانكشن دي جايه من الباكج بتاعت مونج سلاش نود بديلها اي مسار انا عايزه اقول له مثلا storage فهو يجيب لي المسار بالكامل اقول له storage مثلا slash image فهو هيجنريت مسار بالكامل للكونتنت اللي انا كاتبه دوت فانا دلوقتي اوريدي الروت باث بتاع اللي هو الفولدر اللي احنا فيه ده فانا بقول له خزنه لي جوه فولدر اسمه ستورج وجوه فولدر اسمه ايمجز فانشور دايركتري دي هي هتتاكد هو المسار ده مش موجود تبدا تكريت تعالوا نجرب بقى كده سند ما في عندنا فولدر اسمه ستورج وجوه فولدر اسمه ايمجز تعالوا نبص كده اتاكد ان الفايل فعلا متخزن ومظبوط images الايمج ايه مظبوطه يبقى انا كده دلوقتي خزنت الصوره عندي بشكل سليم طيب لو افترضت ان انا عايز اقول له لا ده انت خزن لي الصوره ديت انا عايز اخزنها save the given او save the file to the given path with the given name لا ده انا عايز اديلها اسم اصلا ممكن استخدم واحده اسمها save as دي فكرتها هتبقى هي بالظبط هنقول اول حاجه نقول له ensure directory ناخد دول كده كوبي حتى لو خدناهم دي كده كوبي بيست الثلاثه اللي انا هغيره بس بدل this name اقول له name بس كده مفيش اي حاجه فانا ممكن اجي هنا اقول له دي سيف بدل سيف تو سيف از واقول له مثلا image.jpg تعال نجرب كده دي اهي الصوره الثانيه بتاعتي اهي اتكريتد يبقى ده عندي الشكل بتاعي التاني طيب ممكن نزود حاجه كمان ان انا ممكن اقول له لا ده انت سيف الفايل
to the given path، لكن عايزين المرة دي random generated name. هقول له public save، برضه تبقى sync أكيد. save path string. أنا هنا محتاج إن أنا أجنريت random name، فممكن نسطر package اسمها reinforcement، دي أنا هستخدمها كتير الفترة الجاية، هتسهل علينا حاجات كتير. أنا من ضمنها هستخدمها في جزء خاص بجنريت random string، فده اللي إحنا هنستخدمه دلوقتي. طيب لغاية لما الانستليشن يخلص، أنا في حاجة تانية محتاج إن أنا أعملها، عايز أقول له get file size. ممكن أقول له هنا get file size، دي خلي بالك لازم تبقى async عشان انا هاخده من البفر. انا اوريدي عندي هنا const الفايل هيساوي await this dot buffer. اوكي، كل اللي انا محتاج اقول له return الفايل dot length، او ممكن اقول له to string dot length، make sure ان هو مظبوط. بس كده كده انا جبت عندي الفايل سايز بتاعي، لكن هو اتطبق. اوكي يعني start، ممكن بقى نيجي تحت هنا، انا اوريدي معايا الباس، هقول له برضه ensure directory path ده كده const name equal، هقول له random هيجي من reinforcement dot string، هقول له مثلا 64، بعد كده زود عليه dot، بعد كده extension، احنا اوريدي فاكرين في getter عاملينه ال extension. بس كده، وبعد في الاخر اقول له write file sync ويحط لي ال content بتاعي. تعالوا نجرب، نقول له بس دي save مش اكتر، وتعالوا نمسح الصورتين دولت. وانا هبعت دلوقتي مجرد بس ما يعمل الابديت للسيرفر، انا هبعت ريكوستين ورا بعض، شوف ايه اللي هيحصل. ادي ريكوست، ريكوست كمان، وريكوست تالت، تلاقي عمل جنريت الثلاث ملفات، كل ملف اهو مع ايه جنريتد راندوم سترينج. فانا كده عملت جنريت للسترينج بتاعي، ممكن اقول في الاخر ريتيرن النيم اللي انا عايزه. ممكن اقول له هنا مثلا let name equal كذا، فانا name equal، انا مثلا اقول له image عندي name name، ممكن اقول له كمان size await image dot size sorry file. مثلا ليه دي ناقص await sorry. اوكي ماشي، نجرب تاني send. هنا في جاب لي مساحة الصورة، وكمان جاب لي المساحة بتاعتها بالبايتس، خلي بالك المساحة دي ترجع in bytes. تعالى نكتب كده فوقيها سوري مش هنا size in bytes. طبعا اللي عايزه بقى في كيلو بايت اقسمه على 1024، عايزه بالميجا اقسمه على 1024 على 1024 وهكذا. طيب في نقطة برضو تانية، إن أنا البفر عندي أنا استخدمته كذا مرة، يعني مرة استخدمته عشان أسيب الفايل فجبت الكونتنت، ومرة تانية استخدمته عشان السايز. ممكن نخزن فوق البفر ده عشان لو أنا احتاجت استخدمه أكتر من مرة. فايل بفر كونتنت برايفت بفر كونتنت. أوكي أجي هنا في ال تو بفر، قالوا if this dot file buffer content خلاص return اخينا ده. غير كده اقول له return، ممكن يعني انا اوريكم شكل دلوقتي وهشرحه لكم، equal ده equal await الكلام ده. ممكن اعملها بالمنظر ده، هي دي فكتها ايه او هي ترجمتها ايه ان هي تبقى بالمنظر ده. نمسح دي كده return this buffer content، فدي هي دي. فانا بس كنت بشرح لكم السطر ده عباره عن ايه، فعموما خلينا ناخد الشكل اللي فوق احسن، برضه اديني في الاخر نفس النتيجه، لان انا احتاجت البفر في السايز واحتاجت كمان البفر وانا بسيف الفايلات بتاعتي. اتمنى ان شاء الله تكون الدنيا عندكم بقت واضحه وفهمتوا احنا شغالين ازاي. دلوقتي احنا بنعرف نجيب فاليو من اي انبوت براحتنا، الفايل بتاعتنا مظبوطه. ان شاء الله في الفيديوز الجايه نبدا نحسن اكتر في كلاس الريكوست، زي مثلا تشيك هل مثلا يعني هل ممكن اقول له مثلا if request has file image اعمل كذا has input كذا. نبدا نطور او نحسن شويه الكود ده عشان الدنيا هنا فيه يعني سلطه شويه، فنبدا نحسنها اكتر، فنشوف ازاي يعني الكود بتاعنا نكتبه نزود فيتشر جديده، بعد كده نحسنه، بعد كده نزود فيتشر جديده نحسنه وهكذا.
ونشوفك على خير إن شاء الله في فيديو جديد.